السلام عليكم يا شباب. النهارده ان شاء الله هنبدا نعمل طريقه الاون اوف كنترول تكنيك اللي هي موجوده في شيت واحد جزء باور الكترونكس 2. نبدا نعمل طريقه الاون اوف كنترول تكنيك ده بالماتلاب، ونبدا نشوف شكل الخرج بتاعنا وشكل التيار بتاعنا، ونشوف الاوتبوت فولتج والاوتبوت كارنت كار ام اس فاليوز شكلهم عامل ازاي. طبعا اول حاجه هنبدا نفتح الماتلاب، طبعا انا فاتحه فهيبدا يظهر لي علامه بالشكل ده. من هاند الهوم هنيجي عند نيو، اضغط هتلاقي حاجه اسمها سيميولينك موديل. سيميولينك موديل، نبدا نفتح السيميولينك موديل. تفتح السيميولينك موديل هيبدا يديك حاجه بالشكل ده، بيقول لك اختار نوع السيميولينك موديل. انا عايز حاجه اسمها بلانك موديل. تمام، هبدا افتح البلانك موديل بتاعي، هيبدأ يديني حاجة سيميلينج بالشكل. الشاشة اللي قدامي طبعا كبرتها، ده اللي احنا نبدأ نشتغل عليه. انا عايز اعمل ايه؟ عايز ببساطة جدا ارسم دايرة الاون اوف كنترول تكنيك هنا. طب الدايرة دي كان شكلها عامل ازاي؟ تعال نفتكر، كان حاجة بالشكل ده. عندي سبلاي، عندي اتنين سيرستور، وعندي نوع اللود اللي اتفقنا عليه كان دايما عبارة عن ار لود. تعال نشوف السبلاي، السيرستور، الار لود دوت بنجيبهم ازاي. تقف هنا تلاقي شايف العلامه اللي هي اربع مربعات دول عندها، لو جيت وقفت كده هتلاقي مكتوب لايبراري براوزر، اضغط عليها هيبدا يفتح لك اللايبراري بتاعتك. ده شكل اللايبراري اللي هيبدا معاك. انا هجيب الكومبوننت اللي انا عايزها دي منين؟ ركز بقى معايا، انت عندك حاجه اسمها سيم كاب، شايف ده سيم كاب، تبدا تفتح السيم كاب، ده اللي هيظهر معاك اهو. نفس العلامات دي هي نفسها اللي موجوده هنا. انا هبدا بعد ما فتحت السيم كاب هبدا اختار حاجه اسمها الباور سيستم. تمام، باور سيستمز هتلاقي فيها جزئين، سيم كاب كومبوننتس وسبيشال تكنولوجي. انا عايز السبيشال تكنولوجي. بعد ما دخلت على السبيشال تكنولوجي هتلاقي في حاجه اسمها الفاندمنتال بلوكس. فاندمنتال بلوكس، هنبدا نفتح الفاندمنتال بلوكس. ده بقى هنا اللي احنا هنبدا نشتغل عليه. دي كده المنيو اللي احنا هنبدا نشتغل عليه. اول حاجه وقبل ما تبدا تعمل اي مشروع في باور الكترونكس، لازم تجيب الباور جين دي وتحطها هنا. تمام، دي من غيرها السيميوليشن بتاعك مش هيجري ولا هيتعرف على الكومبوننت اللي هتحط. نرجع تاني للايبراري، انا عايز ايه دلوقتي؟ انا عاوز حاجه، اول حاجه عايز السورس بتاعي. السورس، فهتلاقي في حاجه اسمها الكتريكال سورسز. خش على الكتريكال سورسز، هتلاقي في حاجه اسمها اي سي كارنت سورس، اي سي فولت سورس. طبعا انا محتاج الاي سي فولت سورس، طبعا هنا في دي سي باتري لو عايزه، وفي 3 فيز سورس لو انت عايزه. في حاجه اسمها كنترول كارنت او فولت سورس، ده مش موضوعنا دلوقتي، بس موضوعنا اللي احنا نجيب الاي سي سورس. هبدا اخد ده كده اسحبها بالماوس وابدا ادخلها. تمام، طيب طبعا هنا هتبدا تكبر تصغر تعمل فيها اللي انت عايزه، ده اسمها الاي سي فولت سورس. هبدا اقف عليها كده واضغط ضغطتين. تمام، طب بص هتلاقي فتح لي البيانات بتاعتها. البيانات اللي قدامي دي هتلاقي فيها اول حاجه يهمني البيك فاليو، ويهمني الفريكوانسي اللي احنا شغالين عليه. طيب لو جينا نرجع للمساله مثلا اللي هي رقم اثنين دي اللي احنا نبدا نشتغلها النهارده. مساله رقم اثنين بيقول لي والله الجهد بتاعي ب 220 فولت، بس خد بالك ان ده ار ام اس فاليو. ار ام اس فاليو، طيب انا هنا في القايمه اللي قدامي دي بيقول لي عايز بيك فاليو. بيك فاليو، فالار ام اس فاليو والله هي ال 220، ممكن اكتب كده 220 بس في جذر 2. جذر هنا بيتكتب سكوير، اس كيو ار تي، افتح قوسين، في جذر 2. او ممكن انا عارف انها على طول ب 311، 220 في جذر 2 احسبها على الاله بره ب 311، فعلى طول اكتبها 311. بس انا حبيت اكتبها هنا عشان اقول لك ان الجذر هنا بيتكتب ازاي. فريكوانسي هنا بكام؟ احنا شغالين على تردد 50 هرتز. خلاص انا كده خلصت الكتريكال سورس بتاعي، يبقى ده كده الالكتريكال سورس بتاعي. طيب بعد الالكتريكال سورس في اثنين سايرستو. طب الاثنين سايرستو اجيبهم منين؟ هنرجع تاني لللايبرري بتاعتنا، ابدا ارجع اقف ده الالكتريكال سورس اللي دخلنا منه، مش هنخش بقى على الالكتريكال سورس. هتلاقي في حاجه اسمها الباور الكترونكس هنا، هنبدا نخش على الباور الكترونكس. هتلاقي جايب لك شويه سويتشات حلوين كده، يعني هنا في حاجه اسمها الباك كونفرتر، بوست كونفرتر، ديتيل سيرستور، جي تي او، دايود،
الايديال سويتش، حاجه اسمها الموسفيت، الاي جي بي تي مع دايود. ده بقى هنا السيريستور، ده اللي انا عايزه، السيريستور ده اللي انا عايزه. هنبدا ناخد السيريستور ده نسحبه نطلعه بره، يبقى ده كده شكل السيريستور بتاعنا. طب انا عايز واحد كمان، ممكن اخش ببساطه جدا اسحب واحد تاني واطلعه بره، تمام؟ او ممكن اخد من ده كوبي على طول، تمام؟ كوبي ممكن اقف عليه واضغط على كنترول واسحب بالماوس، هتلاقيه سحب لي واحد، ليه؟ طبعا انا مش محتاجه فهبدا امسحه. طب ده كده انا عندي لو لاحظت الاثنين سيرستور عكس بعض، تمام؟ الاثنين عكس بعض، فانا عايز الف ده ببساطه جدا، ممكن اقول له كليك يمين روتيت، اقول له ايه؟ في كلوك وايز. هنا هتبص هتلاقيه لف حته حته ربع ربع، تمام؟ او ممكن عشان الفه اقف عليه واتك كنترول ار، هيبدا يلف لوحده. ادي كده الاثنين سيرستور الاثنين عكس بعض. طبعا هنا الاسم بتاعه، فانا هبدا اسمي ده بس تي 1 عشان يبقى شبه اللي احنا شغالين عليه، وهسمي ده تي 2. يبقى انا عندي تي 1 وتي 2 كده، انا جبت الاثنين سيرستور، فاضل معايا اللود. هرجع برضو انا خلصت كده القايمه دي، نبدا هنا هتبدا تبص حاجه اسمها الاليمنتس، شايف الاليمنتس؟ تبدا تخش عليها هتلاقي في شويه حاجات حلوين، هتلاقي في حاجه اسمها هنا سيريز ار ال سي برانش. مالكش دعوه، مالكش دعوه بالسيريز ار ال سي لود، احنا عايزين ال سي برانش. انا وافق طبعا، هقف عليها واتك كنترول ار بس عشان الففها، ادي لفت اهي، وهسميها ده اللود بتاعنا الار. اللود بتاعنا عباره عن ار بس مش ار ال سي، فهضغط عليها ضغطتين وافتحها. هتبص هتيجي كاتب لك هنا ايه؟ ار ال سي. لا انا هقف على القايمه دي قول له والله انا عايز ار بس. طبعا لو جيت تلاحظ هنا هتلاقي ال بس، سي ار ال ار سي ال سي اوبن سيركت، لو انت عايز اوبن سيركت، فانا عايز ار بس. طب قيمه المقاومه دي بكام؟ لو رجعت للمساله هتلاقي المقاومه بتاعتك ب 5 اوم، يقول لك 5 اوم، فانا هكتب هنا القايمه بتاعتنا ان القيمه دي 5 اوم. اوكي كده خلاص انا وصلت، او كده عملت الدايره بتاعتي. هبدا اوصل، شايف الكلمه دي؟ هبدا اوصلها للايه؟ انود. والكاسود هبدا اوديه للود، وهبدا اقفل الدايره بتاعتي. فاضل ده، والله ده كان متوصل بارل، فاجي هنا اشبكه في السلك ده، والكاسود بتاعه اشبكه في السلك ده، يبقى انا كده عندي الدايره بتاعتي. ممكن تعملها كده بس منظر جمالي كده عشان يبقى شبه الدايره اللي احنا شغالين بقى. ده كده شكل مين؟ ده كده شكل الدايره. فاضل حاجه او فاضل حاجتين. اول حاجه انا عايز اقيس التيار اللي ماشي هنا، وعايز اقيس الجهد اللي على اللود بتاعنا، عايز اشوفه كاني قاعد في معمل دلوقتي وعايز اعمل تلسكوب عشان ابدا اشوف الجهد والتيار دول شكلهم عامل ازاي. هرجع تاني للقايمه بتاعتنا تاني، هرجع خلاص. انا دلوقتي استخدمت الالكتريكال سورس، استخدمت الباور الكترونكس، استخدمت الاليمنت. هتلاقي هنا في حاجه اسمها الميجرمنت، ابدا اخش على الميجرمنت. هتلاقي في حاجه هنا اسمها كارنت ميجرمنت، وحاجه هنا اسمها فولتج ميجرمنت. فانا عايز الكارنت ميجرمنت، طبعا انا فتحته اتاكد عليه مرتين مش عايزه. انا هسحبه واطلعه بره، وهسحب فولتج ميجرمنت واسحبه بره. طب كفولت ميجرمنت ده جهد الاوتبوت، فانا بس ايه؟ هسميه الفي اوتبوت عشان ابقى عارف ان ده بيقيس ايه، واحطه بارلل مع اللود. بارلل مع اللود بتاعي، وهاجي ده كانه اميتر، بقيس بي ايه؟ بقيس تيار الاوت. طبعا بس هنخلي دي ده تيار الاوت. هاجي على السلكه دي اقطعها، لان التيار او الاميتر انا عارف ان هو شغال دايما، بوصله سيريز مع الدايره، ادخله كده في وسط الدايره، التيار اللي ماشي في الدايره ماشي في الاميتر معايا. خلاص كده بقى، ده كده شكل الايه؟ بقى ده كده شكل الدايره بتاعتي. طيب فاضل حاجتين، التيار ده او الاميتر ده شكل التيار اللي ماشي فيه، انا عايز اشوفه، انا عايز اشوفه. والفولتميتر ده شكل التيار اللي ماشي فيه برضه، انا عايز اشوفه. هشوفهم ازاي؟ فهاجي هنا القايمه بتاعتنا. خلاص انا كده تقريبا خلصت السيم كابس اللي انا هنرجع لها تاني كمان شويه، بس انا كده خلصتها. عشان اشوفها لازم اطلع لحاجه اسمها السيمولينك. السيمولينك ده هتلاقي في حاجه اسمها سينكس، اضغط عليها هتلاقي في حاجه اسمها سكوب. فالسكوب ده اللي هيخليك تشوف شكل الويف فورم اللي انت عايزه. فهبدا اسحب واحد احطه هنا،
اوصله مع التيار، وهبدا اخد منه كوبي واحطه هنا واوصله مع مين؟ مع الجهد. يبقى انا عندي واحد للجهد واحد للتيار، وممكن اشتغل على كده. طيب انا مش عايز كده، انا عايز اخلي الجهد والتيار يظهروا على نفس الاسكوب. لو انت عايز كده تمام مفيش مشكله، لكن انا مش عايز ده، فهبدا اشيل ده وهاجي على الاسكوب ده اضغط عليه ضغطتين هفتحه، هيفتح لي شكله كده. هاجي علامه التيرس دي اقف عليها، هقول له والله النمبر اف انبوت بورت، كاتب لي واحد لانه هنا داخل بورت واحد بس، الانبوت بتاعه واحد بس، انا هقول له اثنين. لو سبتها كده واتكيت اوكي، بص هتلاقيه ظهر ايه؟ ظهر بورت تاني، هبدا اوصله هنا. المشكله هنا ان الاثنين ويف فورم دول هتلاقيهم ظهروا على نفس الايه؟ نفس الاسكوب. انا مش عايز الاثنين يظهروا على نفس الاسكوب، يظهروا على نفس الشاشه. ليه؟ هتلاقي الجهد كبير قوي والتيار صغير قوي، فهتلاقي التيار مش باين جنب الجهد. يعني دي المشكله اللي هتظهر معايا. فانا هعمل ايه؟ هاجي برضو من نفس الترس اروح جاي واقف عليه، شايف الاثنين دي اللي انا غيرتها دي هتلاقي جنبها لي اوت، اقول له والله انا عايز الاسكوب ده اثنين مش واحد، اثنين. بص اهو بدا يظهر معايا اهو اثنين، عايزهم تحت بعض ولا عايزهم جنب بعض؟ براحتك، انا عايزهم تحت بعض، فهضغط على الاثنين تحت بعض كده واضغط هتلاقي ظهر اثنين سكوب تحت بعض، اضغط اوكي ظهر سكوب فوق سكوب تحت، يبقى انا كده هظهر الاثنين بتوعي على نفس الاسكوب. تمام لغايه دلوقتي واضح؟ حاجه بسيطه. ايه هي؟ ان انا هدي البلص هنا والبلص هنا. هنا بقى عشان ابدا ادي بلص في حاجه لازم تاخد بالك. طبعا الحاجه اللي ببدا ادي منها بلص، هنرجع هنا شايف العلامات دي، طبعا ممكن ترجع، ممكن لو انت عارفها هتلاقي حاجه هنا اسمها سورسز، سورسز اضغط عليها السورسز دي، هتبص هتلاقي تحت هنا كده حاجه اسمها البلس جنريتور، شايف البلس جنريتور في السورسز، حاجه اسمها البلس جنريتور ده اللي هيدي بلس، وده هنستخدمه كتير في الكورس ده، لان احنا على طول دايما هنبدا ندي بلسات للسويتشات بتاعتنا دايما بالبلس جنريتور. هنا بس يعني في دايره الاون اوف البلس اللي هتروح للثيرستور الاول هي نفسها البلس اللي هتروح للثيرستور، يبقى انا هدي الاثنين نفس البلس، هدي الاثنين نفس البلس. طيب البلس هنا هظبطها ازاي؟ بص كده هنعمل شير وايت بورد عشان بس نعرف انا عايز اقول. اول حاجه انا عندي في المساله مديني عدد من الان اللي هو هبدا مشغل الدايره فيها، وعدد من الام اللي انا هبدا افصل ايه الدايره فيها، صح كده؟ جبنا هنا حاجه اسمها تي اون، وجبنا حاجه هنا اسمها تي اوف. انا عندي تي اون وتي اوف، وعندي التي الكليه اللي هي التي اون زائد التي اوف، صح؟ طيب يبقى اذا انا البريود اللي انا هبدا اشتغل عليها هي التي الكليه دي. طب في المساله هنا دي البريود اللي انا هبدا اشتغل عليه، ركز بقى معايا، البريود اللي انا هبدا اشتغل عليها هي مين؟ هي التي دي، خلاص؟ طب في المساله لو جينا نبص والله بيقول لك في 2 اون وفي 6 اوف، طب تعالى كده نمسك 2 اون، يعني هنا ده بيساوي 2 وده بيساوي كام؟ ده بيساوي 6 في المساله. 2 طيب يبقى التي اون بكام؟ والله انا عارف ان الزمن الدوري للسايكل الواحده هو واحد على الايه؟ على التردد، تمام؟ اللي هو هنا بكام؟ هيبقى 20 ملي سكند، اللي هو واحد على 50، 20 ملي سكند، تمام؟ يبقى اذا التي اون 2 في 20 هيديك 40 ملي سكند، والتي اوف 6 في 20 هيديك 120 ملي سكند. يبقى انا عندي البريود كلها 160 ملي سكند، تمام كده؟ اذا انا عندي البريود 160 ملي سكند شغال لمده قد ايه؟ شغال لمده 40 ملي سكند بس، وفاصل لمده 120 ملي سكند. فانا هاجي هنا نعمل شير تاني، هاجي هنا على البلس جنريتور اضغط عليه ضغطتين،
هتلاقيه بيقول لي الامبليتيود، الامبليتيود بتاعت البلس هسيبها واحد زي ما هي. البريود بتاعت البلس قد ايه؟ لسه حاسبينها دلوقتي البريود الكليه ب 160 ملي سكند، يعني في 10 اس سالب 3. 10 اس هي اي سالب 3. هنا كده في ماتلاب فاهم ان 160 في 10 اس سالب 3. بيقول لك البلس ويت يعني هيشتغل لمده قد ايه؟ هتدي البلس لمده قد ايه؟ تعالى كده نرجع تاني الوايت بورد بتاعتنا. اتفقنا هنا ان انا هبدا ادي بلس لمده قد ايه؟ لمده 40 ملي سكند. 40 ملي سكند لو جيت 40 ملي سكند تمام؟ 40 ملي سكند بالنسبه للزمن الكلي اللي هو 160 اللي احنا كنا مسمينها ايه؟ كي. فانا هبدا ادي بلس بنسبه الكي دي اللي هي في المساله دي هتطلع بربع. يعني انا هدي بلس ال 25% من الموجه. تعالى كده نبدا نرجع تاني. يبقى انا البريود البلس بتاعتها هتبقى 25% اللي هي الكي بتاعتي. 25 هو كاتبها لك في الميه، واخد بالك في الميه. خد بالك بقى من حاجه، انا كده عملت ايه لما اكتب 25%؟ نرجع تاني للوايت بورد. انا اللي عملته ان انا لما جيت ادي بلس دي البلص اهي، انا بدات اديت بلص بخط مستقيم كده الفتره اللي هي 40 كام؟ 40 ملي سكند. دي كده شكل البلص بتاعي. طب ليه اديت بلص بخط مستقيم؟ بص بقى يا سيدي، والله اديت بلص بخط مستقيم انا عايز البلص تفضل موجوده على طول الفتره اللي هو المفروض قلنا فيها. فالفتره دي لو هي موجوده على طول عند بدايه البوزيتيف هاف سايكل هتلاقي تي واحد يشتغل، هيجي عند نهايه البوزيتيف هاف سايكل وبدايه النيجاتيف هاف سايكل انت برضو مدي بلس نفس البلس دي انت مديها للبوجب تي 1 وتي 2. فبص هتلاقي انت مدي بلس والانود بقى اكبر من الكاسود فتي 2 هيشتغل. هتروح البوزيتيف هاف سايكل اللي بعدها انت برضو البلس لسه موجوده معاك لسه ما شلتهاش فهتلاقي تي 2 فصل وتي 1 يشتغل ونفس الكلام ده دي تشتغل. فانت على طول مدي بلس، انا مش هشيل البلس، انا هفضل مخلي البلس موجوده طول فتره التي اون، طول فتره التي اون. ليه؟ عشان والله انا عايز البلس اصلا عند الفا زي ما اتفقنا بصفر، انا عايز البلس عند الفا بصفر. فعشان كده انا هبدا اشتغل بالطريقه دي ان انا هدي بلس طول الوقت اللي انا شغال فيه، وكل ما هيتحقق شرط للثيرستور واحد ان هو يشتغل هيشتغل، او الثيرستور رقم اثنين الشروط بتاعته تتحقق ان هو يشتغل فهيشتغل. ليه؟ لان البلس دايما هو شايفه. لكن لو انا ده اكبر من الكاسو تي واحد فتي واحد ده هيشتغل. في النيجاتيف هاف سايكل هتلاقي الانود اكبر من الكاثود بالنسبه لتي 2 بس تي 1 ما بقاش شغال لان الانود بتاعه ما بقاش اكبر من الكاثود فهيفصل، التيار هيمشي بتي 2 فهتلاقي الدايره شغاله بالطريقه دي. يبقى اذا هنا انا عملت ايه؟ انا حسبت البريود بتاعتي الكليه 160 ملي سكند تمام؟ حسبت عدد الاون وعدد الاوف جمعتهم على بعض تي اون تي اوف جمعتهم على بعض جبت البريد الكليه عرفت نسبه الكي بكام اللي هي 25% فحطيتها نسبه الكي زي ما هي 25 او عندك الكي ب 50% حطها ب 50% عندك الكي مثلا ب 7 على 8 حطها ب 7 على 8 عندك الكي ب 2 على 6 حطها 2 على 6 يعني شوف الرقم الكي ده هيطلع بكام بس اضربه في 100 عشان هو عايزه في المية يعني ما تحطوش 25 كده في المية كده غلط. ليه؟ لان هو 25% هو هياخده يقسمه على 100 فهتلاقيه رقم هو شايفه بالشكل ده تمام فما تحطهاش كده ما تحط له كام 25% 25 هيقسمها هو على 100 هيعتبرها 25% كده. انا خلصت كده انا خلصت واديته البلصات. هنبدا هنا شايف ده شايف ده هقول له اشتغل لمده هيقول لك اشتغل لمده قد ايه ده بيقول لك هشتغل لمده 10 سكند 10 سكند كتير شويه انا خليه يشتغل لمده ثانيه واحده بس. وخد بالك هيظهر عندي مشكله هنشوف حلها ايه دلوقتي. هبدا اعمل رن. بص كده لما عملت ران هبدا اخش على السكوب بتاعي ظاهر لي الموجه بس لو جيت كبر هتلاقي الموجه شكلها مشوه قوي. يعني بص هو فعلا واضح ان هو شغال بوزيتيف وبوزيتيف ونيجاتيف ونيجاتيف يعني واضح ان هم تو سايكلز بس شكل الموجه مت بايظه خالص تمام.
فهنقفل السكوب، هتيجي هنا عند علامه الترس ده هتلاقي اسمها ايه؟ موديل كونفيجريشن بارامتر، تقف عليه تضغط عليه برامج بيفتح. طب بص هتلاقي هنا بيقول لك الستارتنج تايم عند صفر، الستوب تايم اللي انا ظبطته هنا فوق ده كان بواحد سكند. سيبك من السولفر ده والفاريبل ستيب هنشوفها بعدين لو احتاجناها، بس هتلاقي في حاجه اسمها اديشنال اوبشن، تفتحها هنا تلاقي في حاجه اسمها ماكسيمم ستيب سايز، كله هتخليها 1 اي اس ماينس 4. دي الستيب اللي هو بيمشي بيها. ماشي، مش يعني مش موضوعنا دلوقتي، بس ايه، خليها 1 اي اس ماينس 4، 1 اي اس ماينس 5، 1 اي اس ماينس 6، حلو قوي هيشتغل ويدي معاك نتائج كويسه، بس 4 احنا مش محتاجين اكبر من كده. كل ما بتقلل الستيب دي يعني 5 هياخد وقت اطول، 6 هياخد وقت اطول، وهيديك نفس الناتج تقريبا، فواحد فعال اي اس 4 حلوه جدا انها يشتغل عليه. هبدا اتك اوكي، هعمل ران تايم. شايف العلامه دي؟ لو اتكيت عليها هيسنتر الشكل بتاعك في النص الشكل اللي قدامك. طف على السكوب، شايف بقى ايه اللي حصل؟ دي الثانيه بتاعتي. هتلاقي هو من هنا، شايف ده العلامه دي؟ في هنا علامه سهم، اختار اللي هو ايه؟ ده. وهقف هنا كده من هنا لهنا. شايف ده ايه اللي حصل؟ ادي التو سايكلز فعلا ظهروا، ادي التو سايكل، وهتلاقي هنا في 6 سايكل مختفيين. والزمن الكلي لو جيت تبص عليها هتلاقي 16 من 100 سكند، سكند اضربه في 10 اس 3 هيديك 120 ملي سكند فعلا. بس 16 100 سكند، هو خلص عند 16 100 سكند فعلا. يبقى اذا انا عندي البريود بتاعتي 160 سكند، عندي 2 بلس شغالين و6 مفصولين، والزمن الكلي بتاعهم 160 ملي سكند، فده كده شكلها. طبعا شكل الجهد هو نفس شكل التيار، ده شكل التيار، ده شكل التيار بتاعي اللي فوق ده اخره 60. الجهد اهو الماكسيمم بتاعه كام؟ ب 311 لو جيت تبص. فده كده ايه؟ شكل الويف. انا عايز اشوف الار ام اس فاليو اللي ظاهره بتاعت الاوتبوت كارنت والاوتبوت فولتج. هنرجع تاني للايبراري، ارجع تاني للسيم كاب اللي احنا كنا فيه، تمام؟ سبيشال تكنولوجي، هتلاقي في حاجه اسمها هنا فاندمنتال بلوكس. ايوه بص يا سيدي، سبيشال تكنولوجي سيم كاب او باور سيستم. طبعا احنا اتفقنا ان احنا نخش سيم كاب، هنخش باور سيستم سبيشال تكنولوجي. كنا عشان نخش على الكومبوننت اللي احنا هنجيب منها البارامتر اللي قدامنا دي، كنا بنخش على حاجه اسمها الفاندمنتال بلوكس. انا مش هخش على الفاندمنتال بلوكس، انا هخش على حاجه اسمها كنترول اند ميجر، تمام كده؟ وهتلاقي في حاجه اسمها ميجرمنت، تمام؟ هتلاقي في حاجه هنا اسمها ايه؟ ار ام اس فاليو، ار ام اس فاليو، هتلاقي في حاجه اسمها توتال مود ديستورشن اللي عايز تقيسه، وهتلاقي في حاجه اسمها مين فاليو دوت ايه؟ الافريج فاليو اللي لو انت عايز تجيب الافريج فاليو. فانا اللي يهمني دلوقتي الار ام اس فاليو، هبدا اخد واحده كده، تمام؟ تمام. طب الار ام اس فاليو بتاعتنا لو جيت تفتحها كده بيقول لك التردد اللي انت شغال عليه، ما تكتبش 50، ان انا هو الدايره بتاعتك شغاله لمده 2 وفاصله لمده 6، فقلنا الزمن اللي احنا شغالين عليه اللي هو بكام؟ 160. فاذا التردد هو 1 على 160 اي ماينس 3، يبقى ده التردد عشان يجيب لك الرقم صح. لو كتبت 50 هيديك رقم غلط. طبعا ده الانيشال، ما يهمنيش الانيشال بصفر، تمام؟ وهوصل ده كده بالايه؟ الخارج بتاع الايه؟ بتاع التيار. وهعمل واحد زيه، خليه على الجنب هنا كده، بالخارج بتاع مين؟ الخارج اللي راح تشوفه ده هو ده اللي عايز اجيبه، هحطه. طيب لغايه هنا كويس. طب انا عايز اشوف الرقم هيطلع بكام، فهاجي برضو على اللايبراري. فاكر جبت السكوب منين؟ من حاجه اسمها السينك. مش هجيب بقى سكوب، سكوب اهو، هجيب حاجه اسمها ديسبلاي واحطها، وهوصل ده هنا، وهوصل قول له والله خد بالك ده الاي اوتبوت ار ام اس، وده الفي اوتبوت ار ام اس، انا مسميه الكلام ده، تمام؟ هبدا ادي رن. طبعا الاول ما تنساش انك تسيف البرنامج. طبعا انا كنت حاطط برنامج قبل كده فانا مش عايز اسيفه، يعني انت لو سيفه انت سيفه تبدا تسيف، هيبدا يقول لك ايه انت عايز تسميه ايه، انا مسميه اون اوف كنترول، تمام؟ وعملت له سيف فسيف.
هبدا اعمل ران. بص كده هتلاقي الار ام اس فاليو مدالك بكام؟ 109.6، والتيار الار ام اس ب 91.9. طب ما تيجي نحسب الارقام دي، هو الار ام اس فاليو كان بيساوي ايه؟ كان بيساوي والله 220 في جذر كي، الفي اس ار ام اس في سبلاي ار ام اس في جذر كي سكوير، ده الجذر، الكي كانت بربع، طلع بكام؟ 110. طب هو مطلعه بكام؟ 109.6، الرقم قريب جدا منه. يعني طبعا في لوسز موجوده في الدايره، فهو ايه؟ طارحها. طيب لو جبنا الرقم ده، عايز اجيب الاي او بتار ام اس، الاي او بتار ام اس عارف ان هو الفي او بتار ام اس اللي هو طلع 110 على قيمه المقاومه اللي هي كانت ب 5، طلع بكام؟ 22. بص هنا كده اقفل ده طبعا مش عايزه، هتلاقي طلع هنا بكام؟ ب 22 او 21.9 تقريبا 22. يبقى اذا دلوقتي انا قدرت اشوف شكل الويف فورم بتاعتي، تمام، وقدرت اشوف قيمه الار ام اس فاليو، الاوتبوت فولتج والاوتبوت. اتمنى انها تكون مفيده.